إلينا مباشرة من بغداد النائب السابق السيد عبد الرحمن الوازي. سيد الوازي، مرحبا بك في رشتنا لهذا اليوم. وبداية هنا سيد الوازي، ما رأيك فيما يحصل هنا في ناحية القوش؟ يعني ألا تدار هنا قرى ونواحي ومدن محافظة نينوى ومن قبل المحافظ، وأن الكلمة الأخيرة هي له هنا؟ اهلا استاذ زين. لا، الحقيقه ليس يعني من الان، انما من فتره طويله، اكثر من 16 وحده اداريه قبل سقوط مدينه الموصل كانت تدار بسياسه فرض الامر الواقع من قبل اقليم كردستان، وتحديدا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذه الممارسات ليست جديده على هذا الحزب الذي لا يؤمن الا بمنطق يعني فرض الامر الواقع. وهذه هي جزء بسيط من المعاناه. سابقا الديمقراط الكردستاني كان يقدم نفسه على انه هو حامي للاقليات وهو مدافع عن حقوق الأقليات، واليوم اعتقال السيد ميخا والتصرف معه بهذه الطريقة هذا دليل على أنه قضية رفع شعار الدفاع عن الأقليات ما هو إلا ذريعة وحجة واهية لتمرير يعني بعض الأجندات الحزبية اللي تخدم مصلحة حزب واحد ولا تخدم. اليوم السيد ميخا ينتمي لمكون هو مكون أصيل من مكونات، وهو جاء بإرادة أبناء يعني الناحية، وهو منذ فترة طويلة أنا زاملته شخصيا وهو يعني يدير هذا المنصب، وقضية إقالته والآن المنع يعني مباشرته هو إجراء تعسفي مخالف للقانون، تقف خلفه أجندات يعني حزبية، وهذا يعتبر فقط يعني مؤشر أو إرهاصة فقط من هذه الإرهاصات، وهي سياسة قديمة مورست على أهل محافظة مينا ومن عام 2003 ولا زالت تمارس، وكان واضح آخر واضح يعني مظاهرها أو تجلياتها هو منع السيد نعم. سيد الوازي، دعني أنتقل الآن إلى محور آخر وهو قانون التقاعد الخاص بمجلس النواب. ماذا يتضمن هذا القانون؟ وأيضا هل يختلف بامتيازاته عن قانون التقاعد الموحد؟ سيدتي الكريمة، أولا هو قانون مجلس النواب وتشكيلاته، ليس قانون يعني خاص بالتقاعد. نعم، هو عالج قضية التقاعد عرضا، وهناك مشكلة لا تتعلق فقط في أعضاء مجلس النواب، هذه مشكلة تتعلق بكل العراقيين، وكان حري بمجلس النواب وأنا أحد أعضائه، كان حري بي أنه يعالج هذه المشكلة لكل العراقيين. اليوم مشكلة العمر 50 سنة، وكذلك المشكلة هي أنه أي شخص لا إذا أحيل على التقاعد حتى ولو بطريقة قسرية، بطريقة يعني أرغم على الإحالة على التقاعد كما يحدث أحيانا في وزارة الداخلية لما يحال ضباط فائضون، وقد حدث يعني حصلت هذه الحالة، القانون التقاعد الموحد لا يمنحه حق التقاعد إلا إذا بلغ سن 50، وبالتالي الفترة التي يحال فيها على التقاعد إذا كان أقل من هذه السن عليه أن ينتظر حتى يبلغ سن 50. هذه مشكلة يعاني منها كل العراقيين ومنهم أعضاء مجلس النواب، وكذلك مشكلة الخدمة، لأنه أيضا قانون التقاعد يشترط سن أن يقضي الشخص 15 سنة، وطبيعة عمل مجلس النواب يعني لا ليست مفتوحة، إنما هي محددة بأجل معين. هذه القضية كان المفروض إذا عولجت أن تعالج لكل العراقيين، لا يأتي مجلس النواب فيحل مشكلة خاصة به هي جزء من مشكلة كل الموظفين الذين يحالون طيب على التقاعد. هل هناك امتيازات كبيرة في قانون التقاعد هذا للنواب سيد الوازي؟ اولا يعني عودا على بدء، هو لم ياتي بقاعده جديده، القاعده احتساب الراتب التقاعدي هي ذاتها التي نص عليها قانون التقاعد الموحد، واللي هي نسبه 2.5% في سنين الخدمه. لكن ما جاء به هو انه اذا لم يبلغ النائب سن 15 سنه، يعني اذا لم يكن لديه خدمه مدى 15 سنه فيدفع توقيفات تقاعدية تعادل 25% لراتبه عن السنين التي تضاف حتى يعني يبلغ سن 15 سنة، وكذلك إذا كان النائب أحيل على التقاعد وهو لم يبلغ سن 50 يمنح نصف الراتب. هذا فقط هو الفرق بين قانون التقاعد الموحد النافذ اللي يسري على كل العراقيين وما جاء به هذا القانون الجديد الذي هو أيضا أنا يعني أشاطر السيد جمال الأسدي أنه هو جاء ليسد ثغرة. قانون التقاعد هذا الجديد حل محل قانون رقم 50 لسنة 2007، وهو قانون مقتضب كان يتكون من 7 مواد فقط، اليوم هذا القانون يتكون من 72 مادة، جمع أشتات بعض النصوص القانونية التي تضمنتها أحيانا النظام الداخلي أو بعض القوانين المتفرقة الأخرى وجمعها في قانون واحد، واللي هو يتعلق بمجلس النواب، وهو قضية ضرورية. لكن هذه المناسبة مناسبة إصدار القانون استغلها بعض الكتل السياسية وبعض الشخصيات السياسية استغلتها
فدست في هذا القانون أمور ميزت فيه أعضاء مجلس النواب عن غيرهم ما كان يجمل. اليوم إحنا مثل ماذا سيد الويزي؟ أرجو أن توضح للمشاهد مثل ماذا؟ نعم، أنا قلت لحضرتك تحديدا أناك مشكلتي أن كل العراقيين يعانون من الموظفين اللي يحال على التقاعد وما سنه لم يبلغ الـ50 عليه أن ينتظر. وضحت هذه الفكرة، ما يستلم تقاعد حتى يبلغ سن الـ50. وضحت هذه الفكرة. طيب، هاي المفروض تنحل لكل العراقيين. طيب، قانون مجلس النواب الخاص هنا وتشكيلاته خاصة رقم 13 لسنة 2018 يتضمن هنا مخالفات قانونية، مخالفات دستورية عديدة أدرجت في نصوصه، بالإضافة أيضا إلى تقاطعه مع المبادئ العامة هنا، وذلك أيضا حسب رئيس الجمهورية. كيف تعلق؟ يعني أولا السيد رئيس الجمهورية ونوابه كانوا نواب في مجلس النواب وقد شرعت ساهموا في تشريع قوانين أسوأ من هذا القانون ولم يعترضوا حينها. السيد رئيس الجمهورية كان رئيس كتلة ومستشاروه كانوا زملائنا، ساهموا في تشريع قوانين سيئة جدا كانت تمنح عضو مجلس النواب 80% من تقاعده من مجموع الراتب والمخصصات، وكانت لا تشترط السن القانوني، وكانت تمنح استثناءات لا حصر لها، ولم يعترض لا سيد رئيس الجمهورية اعترض لما كان رئيس كتلة ولا مستشاره اعترضوا. اليوم يزايدون النواب على هذه القضية، طبعا باب لكل مصلحة من الأفراد إذا كان السيد رئيس الجمهورية أو مستشاره أو أي شخص آخر بإمكانه أن إذا شرع مجلس النواب يعني قانونا سواء بمجمل القانون أو في فقرات من القانون يطلع أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فقرة معينة أو بعدم دستورية القانون كله. والمحكمة الاتحادية في مناسبات كثيرة كان آخرها قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب، في ظل كل هذه الظروف سيد الوزير، وهذا من صلاحية المحكمة الاتحادية. هناك اتهامات كثيرة لمجلس النواب بأن أعضاءه هنا لا يتوانون في إصدار تشريعات تمنحهم هنا امتيازات كبيرة، وأيضا يعجزون عن إقرار قانون يهم المواطن. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ وباختصار رجاءً. بالتأكيد، نعم بالتأكيد. وكان يعني أسوأ ما ختم به مجلس النواب دورته هو أنه حاول التمديد لنفسه، وأيضا هذه يعني قضية فيها نوع من تعارض المصالح والمخالفة للدستور. ومع الأسف يعني اختتم يعني هذه الدورة النيابية اختتمت بأسوأ ختام، وطبعا هاي تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى رئيس مجلس النواب الذي يعني كما نقول بالعامي وقف مجلس النواب تك رجل لأنه ما فاز بالانتخابات، لأنها تتعلق بمصلحة شخصية، ولما يعني حصل على ضمانات معينة حتى الجلسة الأخيرة ما حضرها. فنعم مع الأسف قدم نموذج سيء، ونتمنى اليوم اكو مجلس نواب جديد، نتمنى أنه تكون سياسة مختلفة. نعم، كنت معنا من بغداد النائب السابق السيد عبد الرحمن الويزي، شكرا جزيلا لحضرتك.